دلوقتي او من الاهداف الكبيره اللي هو اسمه بنات ارتميس. انا كده واقف على الهدف. This is sacred ground. You should not be here. Well, either leave or tell me what you want. Who are you? كده اقول لها مثلا انا ملتزق. I'm not here to start trouble, but if that's what you want, I'll end it. Your name? I'm Alexios. Some call me the Eagle Bearer. I am Daphne, leader of the Daughters of Artemis. And you? Are maybe exactly who I've been looking for. And who would that be? A warrior, a hunter, one who straddles our world and the gods, one who will meet my challenge. طيب هقول لها انا الشخص المناسب. When you put it like that, how could I not accept? There's a boar not too far from here. Kill it, then bring me its pelt. You want me to kill a pig? This is no ordinary boar. Let's see if you are worthy of my challenge. Kill it and bring me the pelt. I'll be waiting with your reward. طيب هي كده عايزة تقتل خنزير، تمام، وتقول لي هات جلد بتاعه وانا اديك الهدية بتاعتك. ماشي، ممكن اكلمها تاني. Did you get lost? I'll return with your boar pelt soon enough. تمام كده. طب طبعا انا كده هبدأ ان انا اعمل الهدف. طيب الهدف فين؟ اهو الخنزير هنا في الحتة دي. طيب نبدأ نروح له. من مكان الخنزير اهو، هو معلمنا عليه علامة بالأحمر، شكله كده جامد قوي زي مثلا الأسد اللي أنا كنت بصطاده قبل كده. تمام، هشوف أنا هعمل ايه. اول خنزير ده تقريبا انا عايز حته اطلع فيها. يا خرابي، ماشي، انا عايز حته اطلع فيها. لربما لما اطلع فيها، تمام، ابدا ان انا ايه اضرب عليه السهم يبقى احسن. طب تمام، اهو اهو، ده داخل الكهف. لا ماشي، اهو فوق اهو. هو كده مش مقصر يعني، ممكن انزل شوية كده تحت مثلا كده مثلا. طيب احنا ممكن نعمل حاجة، نجيب القدرات بتاع اللي معايا نقط كتيرة، نطور فيها حاجة للأسهم. ماشي، عندك هنا سيد السهام ده، ماشي، يعني ممكن ايه نعمله. تمام، في ترقية تانية ممكن، ماشي، على أساس ان هو كده السهم يقوى شوية. هو غالبا كده ايه السهم ما بيأثرش فيه خالص غالبا يعني. طب ننزل تحت شوية. أنا مش شايف الهيلث بتاعته بتنقص خالص أساسا. يعني كده لازم انزل له تحت. طيب انا هعمل حاجة، انا هنزل تحت اضربه، ماشي، وهو ايه يا خرابي. ولما يقرب مني بعد كده عشان انزل الهيلث بتاعتي ابدأ ان انا اطلع له فوق. طلع لي الخنازير بتاعت الصغيرين.
تمام. اوبا 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 اوبا. الخنازير الصغيرة. قشطة قشطة يا معلم، قشطة يا معلم على الخنازير الصغيرة. طب دي كده يا رب بقى ايه تكون تنفع ان احنا نجيبها بالاسهم من تحت. اه ينفع تيجي. اه دي هتطلع لي من هنا مش مشكلة اهو، على الأقل حتى ايه مش هيبقى السهم الكبير الخنزير الكبير معاهم. تمام طيب كده هو طلع لي خنزيرين، الخنزير التالت هناك اهو جنب امه. معركة مش سهلة كده، هيموت كده خلاص مات. طيب كده انا ابدا ايه معايا هرسة كاملة ماشي، هدوس على رقم اتنين كده وابدا انزل له. ايه ده هرسة كاملة. اه يعني هيلسو بتكمل لمجرد ان هو ايه يريح. ما جبتوش. اضربه من ورا، لازم اضربه من ورا ما تجيش عند وشه. طب نديله سم. البت الصغيرين دول. لا المرة دي هكمل بقى. وانا وراه كده ما تسيبوش. هو كده قرب يموت. هو كده ايه بيحاول ان هما ماشي هجيبه برضه. خلاص كده مات. تعالوا بقى يا حبايبي. تمام كده تعالى. والله انا شايف انا خدت الورد كام. تمام نلم بقى كده. انا خدت الجلد اللي هي كانت طالبه مني. تمام نبدأ نروح للهدف أو اللي كانت مداني الهدف. كده أنا وصلت للي كانت مداني الهدف. تمام هبدأ أتكلم معاها. Did you get lost? Here, I killed your piggy for you. You are skilled. Of that there is no doubt. والله شكرا لك. I have plenty of talents. Of that you can be sure. Oh, is that so? Well, I look forward to putting them all to the test. Oh? And what did you have in mind? Many things. But first, to business. There are beasts that roam this world, but are not fully of it. They've been placed here by the gods as trials, as tests. هي كده هتديني هدف جديد. يا اما اقول لها لا تعنيني الخرافات، يا اما اقول ان ضربي اسطوري سلفا. يعني ممكن مثلا رقم اتنين. Neither God nor mortal has stopped me so far from achieving my destiny. We will see. What exactly do you want me to do? I want you to prove your worth in the eyes of Artemis. هي كده هتديني ان انا اصطاد مخلوقات غريبة. I don't need to prove my worth to anyone.
Just tell me what's the reward. With each pelt you return, I will grant you a boon from Artemis. If you are able to slay all the beasts, well, let's say your relationship with the daughters of Artemis will be forever changed. Alright, I'll do it. Now, just how many of these animals are there? Artemis has laid out 8 trials, and you have already started the journey. Count down those that remain. How will I recognize the creatures? Oh, you'll know. Bring the pelts to me. I'll await your return with my sisters, the daughters of Artemis. I hope you don't make me wait too long to see your face again. Oh, كده ادتني قص بتاع الاسهم اسطوري حلو قوي. بدأت كده ان انا اجمع الحاجات الاسطورية. تمام، ممكن اكلمها تاني نشوف. Beast Slayer, I'm glad to see you. Daphne, I didn't think you would be. The path I set you on is fraught with danger. You could have been killed or given up. كده ممكن اقول لها لو انا عايز اعمل معاها علاقة هختار رقم 1، لو عايز كده هقول رقم 2. هقول لها ماشي. No danger could have kept me from seeing you again. Maybe you're getting ahead of yourself. Maybe. ماشي، اقول لها سأعود قريبا. تمام كده ماشي. في تحدث تاني نجرب برضو. Just a beast slayer. I'm glad to see you again. ماشي كده، مفيش حاجة خلاص في الحديث. تمام كده. طيب نبدأ نشوف الخريطة. تمام طبعا. ايه طبعا الاهداف بتاعتها بقى ايه في حتة تانية. طيب نشوف هدف تاني.